إحنا رايحين لحد فين؟ سؤال أطلقته الفنانة المصرية لقاء الخميسي في فيديو نشرته على صفحتها على إنستغرام، تشكو فيه الأوضاع الاقتصادية في مصر وغلاء المعيشة والسلع الغذائية. فلقاء ذهبت كأي مواطنة لتشتري زجاجة من زيت الزيتون حجم لترين كما ظهر بالفاتورة، لتفاجأ بأن سعرها يتخطى 1200 جنيه مصري، أي أكثر من 38 دولارا أمريكيا. هو أنا عندي سؤال بجد، أنا أول مرة أتكلم في الموضوع ده، وإحنا رايحين لحد فين؟ يعني إحنا رايحين لحد فين بجد؟ لما إزازة زيت الزيتون دي الصغيرة دي سعرها 1205.95 قرش، تمام؟ يعني 1206، إيه بقى؟ بجد هو إيه اللي فاضل؟ يعني أنا مثلا أنا ست ممنوعة من كل أي من كل الزيوت والزبدة وكل، يعني آكل بإيه؟ بمية ولا أعمل إيه؟ سيبكم مني خالص، مش مهم، أنا بتكلم في حاجة لوكجيريس مش عايزاها. بقيت الحاجات الناس عايشة إزاي؟ ما أنا برضو عايزة أعرف هي الناس بتجيب الحاجة إزاي؟ الناس بتجيب الحاجة إزاي؟ الحاجة غليت يا عالم، ارحمونا وارحموا البشر، ارحموا الناس، الحاجة غليت أوفر. هذا المقطع انتشر على وسائل التواصل وسط تساؤلات، لماذا قد تكون زجاجة زيت بهذا السعر؟ لكن مصر مشاهدينا تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وصلت فيها معدلات التضخم لنحو 36% بحسب الإحصاءات الرسمية التي قد لا تعكس دائما المعدلات الحقيقية لارتفاع الأسعار على الأرض. ووفقا لأحدث إحصاءات البنك الدولي، فإن مصر تأتي في المركز السادس ضمن أعلى 10 دول في العالم في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية بنسبة بلغت 66%. كما أن هناك أزمة نقد أجنبي في مصر، والتي تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد وسط انهيار في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، إذ يعادل سعر الدولار الواحد أكثر من 30 جنيها مصريا بحسب السعر الرسمي في البنك المركزي المصري. ولكن سعر صرف الدولار في السوق الموازية أو السوداء يصل ل 50 جنيها مصريا. ولكن كما توضح في الفيديو الفنانة لقاء طبعا، فزجاجة الزيت محل الجدل هي من إنتاج شركة مصرية لديها مزارع ومصانع في مصر، إذن فالمنتج ليس مستوردا ليكون أو المنتج ليس مستوردا ليكون بهذه القيمة المرتفعة وسط أزمة الدولار التي تعيشها مصر. زيت الزيتون الذي ينظر إليه الكثير من المصريين كسلعة رفاهية، كانت أسعاره قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، وأرجع مسؤولون الأمر للتغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل. السؤال الذي أثاره الفيديو أيضا هو ما إذا كانت الأزمة في مصر قد طالت الطبقات العليا لتخرج عن صمتها؟ فلقاء الخميسي ممثلة معروفة وهي زوجة لاعب كرة القدم بنادي الزمالك محمد عبد المنصف، ولديها فيديوهات سابقة تمدح وتعدد إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إليكم بعض التعليقات التي ضجت بها مواقع التواصل بعد انتشار الفيديو. معتز يقول: لما فئة الفنانين اللي زي لقاء بدأوا يشتكوا من التضخم وغلاء الأسعار، يبقى أنت كنظام وحكومة ما تحسش بأي إنذار إنك ماشي غلط؟ إصرار على دفع الشعب لثورة جياع. أما أحمد يقول: لقاء الخميسي طالعة بإزازة زيت زيتون أورجانيك إكسترا فاين كمان، وبتتكلم وسط ناس زيت الذرة ليهم جايزة، عملت بالضبط زي اللي ماسك كافيار وبيقول الأسعار ولعت. وأخيرا عمرو يقول: المهم لو سألت الأستاذة لقاء الخميسي بتلومي مين على وصول سعر الزيت الزيتون ل 1200 جنيه، هتقول لك طبعا إزازة الزيت هي السبب. لكن
زجاجة الزيت ليست المتهمة كما يقول عمرو، بل هي الفاتورة التي كان بها خطأ، كما قالت لقاء الخميسي في فيديو جديد نشرته بعد أن تواصلت مع الشركة المنتجة للزيت. تاني للفواتير اللي جاتني من السوبر ماركت، فالواضح انه كان في خطا، ان في فاتورتين جم، فاتوره فيهم جت غلط اللي هي 1205، وتصورت انها لعبوه زيت واحده، وبالتالي هم رجعوا بعتوا لي الفاتوره الاساسيه اللي هي 1300 وشويه على عبوتين زيت. اذا الاسعار لسه ما غليتش، وبعتذر عن الخطا ده، بس برضو انا مصره ان في غلو اسعار كبير على الناس، وربنا يكون في عونهم وعلينا كلنا ان شاء الله، لازم الامور تهدى شويه. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.